نجادة مدينة ومركز تابع لمحافظة إنا، بتطل على نهر النيل وبيقابلها من الضفة الشرقية للنيل مدينة قوس. اسم نجادة بيرجع لبداية النطق باللغة العربية في المنطقة دي، وتحديداً في القرن ال17 لما كان الأهالي بيتكلموا اللغة القبطية، والاسم ده تحريف من اسمها القبطي نيكا داي، واللي معناها الفهم والمعرفة. البعض قال إن الاسم مشتق من اسم النجدة والإنقاذ علشان هي أرض علي، وكان قدماء المصريين بيستغلوها في موسم الفيضان في دفن أمتعتهم وإنقاذها، فتحرفت بعد كده لنجادة. كانت نجادة بتشتهر إن كل بيت كان فيه كذا نور يشتغل عليه الستات والرجال. النهاردة قلت الأنواع، لكن فضلت نجادة وفضلت أجود أنواع المنسوجات مرتبط اسمها باسم نجادة.